أفكر بالمستقبل عندنا أفكار ويستقبل أنا بأفكار وأستقبل لا يفلح ولا يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عنده كم مزبون الدنيا تيجي كركش بخبار كركش كركش لكن يا مرهون الدنيا حبوب لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال ديجيتال الدنيا ديجيتال شعبان يقول لك الدنيا ديجيتال كيف علي انت خبرني ديجيتال إذا أنت صحيح باغي تعطيني فلوسي وصادق في كلامك جيب هنا الحين أنا مستعد كم تريد أنت كم تريد قبل ما يقول كم يريد لازم خليلي يا خليفة قبل يوافق على الشرط شرط؟ هو إيش هو هذا الشرط؟ الشرط إن خليل ولدك يوافق على زواج أخوي حمدان منك يا ثريا ها؟ أسميك إنك ختمتها زين خيبو يا ولدي ما في داعي للعصبيه الزايده ما في داعي واحد ليش تسوي مشاكل حال عمرك وحال والدتك ليش ها المسائل تتعالج بالهدوء والتفكير صحيح صحيح احنا اليوم طلعناكم وكفناكم وخرجناكم من السجن باكر ما اقدر نسوي شيء خاصه اذا كثرت مشاكلك وضرابتك يا عمي انا احاول اني اكون هادي وما اتسرع بس احيانا تفلت مني اعصابي لازم تتحكم في اعصابك لازم هي هاي احنا ترى قنعنا خليفه الحين وتنازل باكر لو استوى له شيء مستحيل تنازل خليفه مستحيل صحيح اي ولا تنسى انت راك وقعت تعهد في الشرطه انك ما تتعرض له مره ثانيه على كل حال مشكورين وانتم ما قصرتوا وانا اوعدكم اوعدكم وعد ان شاء الله مره ثانيه ما بكررها ان شاء الله هاك ابغى منه ذلك ان شاء الله نتمنى ان شاء الله اقول بس ما فاتحت بموضوعي خطوبتي من امك ليش روحك ما تكلم انا هيك شابي ولد اخوي الصغير توهقني انا تقول انا ورطه عشان اخوك يا اخو الوالد خير مالكم ليش تستاسروا ما في شيء ما انا جالس شويه اساسا اخوي شويه موضوعك لا 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 في شيء في شيء حمدان اخوي يبغي يذكرك بموضوع اي موضوع موضوع زواجه من امك ثريا امك ثريا سمعوا انتوا لو ما سكتوا عن هذا الموضوع مره ثانيه تراني والله والله مستعد ارجع للسجن واسوي فيكم اكثر من اللي سويته في خليفه ما يحتاج منه ما هو هنا المستشفى بعيد عننا يا ابني بعيد المستشفى كسرني والله الحين ابوي نمزح انت ما تمزح مزح مزح خليفه الله يهديك انت مازح شيوبة اخر زمن جزاك
خليفة، انت ايش سويت كذاك يا خليل؟ ما تحترم رجال سيفته؟ اذا هو ما احترم سيفته فما حد راح يحترمه يا ماجد. يعني ايش قصدك؟ روح اسال ابوك ليش ماخر زواجك من زهره لحد الحين يا ماجد. ها؟ وانت ايش دراك بهذا الموضوع؟ انا اعرف وهو يعرف، وسال ايش المقابل. مقابل؟ اي مقابل هذا اللي تتكلم عنه؟ الخطوط اللي على وجهه والاربطه اللي بيده يا ماجد. انا ما فاهم شيء. ما فاهم؟ روح سأله، وإذا في شجاعة بيخبرك كل شيء. كله بيشيله على حياة. تعال شي بسيط، سروح عشان خاطر ستمونا بلية مرة ثانية. شي بسيط، شي بسيط. السلام عليكم. سامحني يا حمدان، ترى الموضوع صار غصبا عني. أنا بصراحة متصلة إني أشكرك أنت ومرهون على وقفتكم مع ولدي خليل. لا تخافي يا ثرية، هاي خليل مثل ولدي. إيه لا، واجب علي إني أوقف معاه وأساعده. لكن هو الله يهديه بعد نوه ما راضي يساعدني أنا. يوقف معاك في إيش؟ في المحنشي اللي أنا وأنت فيه. أجل موضوعنا هذا الحين شوي. يا حمدان حاول تساعدني إن ندفع فلوس خليفة اللي ورطنا فيها. أنت خلي عنك لا تشيلي هم، أنا رتبت الموضوع وبكرة إن شاء الله هذا اللي سمى خليفة هياخذ فلوسه كاملة. صحيح يا حمدان. خلي عنك، أبغاش تخبريني بالموضوع كامل. إنزين يا حمدان، عقب أنا توسكر النقال واتصل أنت فيني. أتصل بيش؟ هي ابو غني اتصل بي، تقول اتصل بي. خذ اشرب الحبوب. تو انت ليش ما راضي تخبرنا؟ ليش خليل سوى فيك كذاك؟ الحين تعبان، بعدين بخبركم كل شيء. يلا 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 يلا. لا يا ابوي، الحين نريد نعرف ما بعدين. وبعدين ايش علاقة زواجي بزهرة باللي سواه فيك خليل؟ وانت ايش كنت تريد منه هو ما موافق عليه؟ ليش انت ساكت؟ تكلم يا ابوي. قلت لكم بعدين بخبركم كل شيء، بعدين. ليش يا ابوي؟ ليش الحين انت جالس تكسلني عن زواجي من زهرة بعد ما كنت انت اللي كنت تشجعني على هذا الزواج؟ خبرني ليش. الظهر هاي الحبوب ينوم. ها حمدان، خير؟ في ايش تفكر؟ افكر في الفلوس، مرهون في الفلوس. فلوس؟ هاي فلوس؟ هاي فلوس؟ مالك انت نسيت مرهون؟ انت نسيت ان انا موقع تعاقد في الشرطه اني ادفع الفلوس اللي على خليل عن خليفه؟ صحيح صحيح، بعد انا وقعت على انك انت تسلم المبلغ بسرعه. شوف انت بعد، وانت زي اول حل؟ ماشي حل. هو المبلغ اللي طالب منه خليفة واجد؟ والله هو طالب 1375 ريال عدل ونقدر. يا ربي، هاي مبلغ كبير 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 كبير. نعم، مشكلة. بس ولا يهمك يا حمدان. كيف ما يهمني؟ اسمع انت مرهون، هاي ولا يهمك، اقولش المبلغ ما عندي. مرهون توقيت، انا خايف عن يسجنوني بلا الخليل في حالة اني ما دفعت المبلغ، هاي سولوها. ولا يهمكم، انا بتصرف. وين رايح ان شاء الله؟
وانا من متى اخبرك وين رايح وين جاي؟ ولا علشان مره واحده طلبت منك تساعديني عشان ماجد ما يتزوج زهره، قلتي خلاص. وليش ما تريدني اتزوج زهره يا ابوي؟ سالتك هذا السؤال 100 مره وفي كل مره كنت تتهرب من الاجابه. وانت ليش ما مداوم اليوم؟ ارجوك يا ابوي تجاوبني على سؤالي. ما عندي حل الجواب. الجواب عندك انت يا عمتي. ليش ابوي ما يريدني اتزوج زهره؟ يمكن يريد يخطبها لنفسه. ايش تقول؟ ولا يمكن يريد يخطبها لواحد ثاني غير عن والده. انت ايش جالس تخرب؟ خليل قال لي كل شيء باللي انت ما بغيت تقول لي اياه. وايش قال لك خليل؟ خليل كذاب كذاب، لا تصدقه في اللي يقوله. انا ما صدقته بس بغيت اسمع الصدق منك انت يا ابوي. انتوا ايش جالسين تقولوا الحين؟ فهموني، انا ما فاهم شيء. ولا انا. يا ريت يا ابوي تفهمنا بكل شيء. ليش خليل سوى فيك كل هذا؟ ملكتك انت وزهره بتكون ليله باكر، واذا بغيتوا تسوي العرس في ليله واحده يكون احسن. فهمني يا ماجد ايش السالفه؟ يا اخ جمعه حاول تهدى شويه، المكان كلها صاحيه ما فيهن شيء. اقول لك المكان كلها عطلانه وتطلع هواء وتعبوا هواء بدل بعد تعبوا بترول. انا امس قايل لك عبي لي خزان سياره كامل، اجي الحين اشغل السياره والقي نص الخزان فاضي. يا اخي هالكلام ما يستوي. يمكن حد من اخوانك شل السياره وانت نايم. مفتاح سيارتي هنا معي، بس انتم لما حطيتكم خربانه وتعبوا هواء للناس الحين الهواء ببلاش صرتوا تاخذوا عليه فلوس. ما يستوي هذا الكلام. والحين ايش المطلوب مني؟ تعبي لي سيارتي بترول بدل الهواء اللي عبيت لي اياه امس، وانا مستعد رجع الهواء مالكم ورجعوا لي فلوسي. انا ما اقدر اعبي لك بترول بدون فلوس، ولا تفهم مع العم بارك؟ ها هذا العم بارك جاي وتفهم عنده، بس يا ريت لو تطلع سيارتك مني لغايه ما تحل المشكله وخليني اشوف شغلي. يا مبارك مبارك خير. ايش فيك ليش زعلان؟ من هين بيجينا الخير؟ ما دام ما حطيتكم تبيعنا هوا بدل البترول، يا تعوضني قيمه البترول ولا تاني اشتكي منك. يا مبارك انت هدي وخلينا نتفاهم. انت اعطينا فرصه عشان نفحص الجهاز ونسوي له صيانه، هذا اذا كان يحتاج له صيانه. يعني انا كذاب يا مبارك؟ حشاك لا اخ انت ما كذاب، حشاك. بس مثل ما قالك استاذ مبارك، اعطيهم فرصه لحد ما يفحصوا جهاز التعبير، واذا كان لك حق تاخذه ترجع الهواء ويعطوك مكانه بترول. بس تراني ما ادفع ولا بيسه ولا انكم. الظاهر انك انت ما تريد تسكر على الموضوع، واذا انت ما عندك شغل نحن عندنا شغل. قاس نطلع من مشكله الى مشكله اخرى يا اخي، نحن ورانا شغل. انا اليوم ما بحرق من هني الين ما تحلون مشكلتي. عموما مرهون وانت يا حمدان نعم روحوا استلموا شغلكم، والاخ خالد هو اللي بيدربكم. موفقين. جزاك الله خير يا اخ مبارك، جزاك الله خير، وان شاء الله كل خير تسويه بيزيد في ميزان حسناتك ان شاء الله. ان شاء الله عسل. يلا حسين جزاك الله خير. توكل على الله. توكل على الله. اقول مبارك نعم مكان البترول وحدن يختربن ولا انتم تلعبوا فيهن علشان تضربوا فلوس الناس؟ ايش تقول؟ هذه الماكينه الموجوده، هذا ديزل، انتبه هذا ديزل غير عن هذه. ايش الرجل هاي يعني؟ هذا عاد هذا الكلام. Thank you.
دش عندي سين ومو داخل بيتنا. بس الشنطة اللي عندك يا عم شعبان هذه فيها أدوات لتركيب وإصلاح الدشات، أنت مو باغي تشتغل مركب دشات وما بقي شيء. ها عرفتكم الحين، أنت قصدك يعني إن هذه الشنطة شنطتك النصيب؟ ها كلك نظر يا عم شعبان، كلك نظر. ها لكنني مستحيل أسلمكم الشنطة إلا بعد ما تذكروا لي أوصافها. ها يمكن يطلع فيها مليون ريال وتفطون علي. عم شعبان من هذا المينون اللي عنده مليون ريال ويعني سيداور بهن؟ انا ما يخصني، لازم تذكروا لي اوصاف الشنطه. قلت لكم ولا انا ايش يضمن لي يعني ان هذه شنطتكم؟ ها زين يعني انت يعني اوصاف مثل ايش تبغى عم شعبان؟ لحظه، مثل ايش يا شعبان؟ لحظه، مثل ها يعني مثل لونها. عمي شعبان الله يعينك، صراحة هذا السؤال صعب، أنا ما أقدر أجاوب عليه. لأخ نصيب نعم تقدر تجاوب على سؤال عمي شعبان؟ حقيقة يا مطر يعني السؤال اللي سأله عمي شعبان يبغى له تفكير كبير. يعني أقول عمي شعبان ما في اختيارات؟ أبدا أبدا ما في اختيارات، البر لازم تجاوب بنفسك. خلاص يا قولوا لي ايش لونها؟ لونها بس 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 صح صح كلامك صحيح، لان الشنطه الله يسلمك انا شايف انه رصاصي. خل ابوي يدوك شنطتك. ها دوك. ها مبروك عليك الجائزه. احسنت عم شعبان احسنت، بس عشان تعرف يا عم شعبان اني تراني انا نصيب ابو النظريات والافكار. بس انا ساعدتكم في موضوع شنطتكم، طبعا يا باكم تساعدوني في موضوعي. ايش رايكم يا شباب؟ عيني يا عم شعبان عليها باس. هفا عليك يا عم شعبان، انت تامر واحنا ننفذ. اتفضل ايش تريد؟ ابى اتزوج. تتزوج مين؟ يعني اسجل لو امكن. ايش قلت عمي شعبان؟ خليني ابوي ابغاكم البريانة سامحوني. عمي شعبان يا عمي شعبان قوم بتخلص نص الحلقة وانت راقد يا اخي، ما يصير كذي. انت روحك هني ولا معك هذا اللي اسمه خليلو؟ بروحي بروحي. ليش الهبوب من هالصوف هذا ميي مسكر؟ اكيد واقف هو هذه الطوفة هناك. هذا انت فقط ما فيك شيء، يعني كل هذا الوقت كنت تعير علينا؟ مطر قم قم خلنا نروح من هنا. لا شيبة لا يا مطر لا تروح، لا تمشي على كلامه هذا، لا توددني بروحي تراني انا تعبان من الوحدة. ايش الكلام يا عم شعبان ايش الكلام؟ يا ابوي قلت لكم ابى اتزوج، ابى عرس، ابى اتزوج، ابى اتزوج يا معر. يا الله يا تتزوج تتزوج من؟ طبقت طبقت ابى بسرية يوم لزواجنا الضرب، ما باود الحلال، ابى اي وحدة ثانية من اي مكان حتى لو من الفضاء الخارجي. ابى احس اني عايش، ابى احس ان عندي وحده تأنسني في وحدتي. انتوا ما تقدروا تحسوا بهذا الشيء الا اذا الواحد منكم عاش بروحه.
وخصوصا فيها في مثل هذا العمر. بس انت كنت ناسي هذا الموضوع من سنين، ايش اللي ذكرك الحين؟ انت اللي ذكرتني به، انت اللي اقترحت علي. نسيت ولا اذكرك الحين؟ لا 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 عم الشعبان، لا ما يحتاج ما يحتاج. انا مستعد اساعدك واوقف معك. انا لا 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 ما احب اتدخل في هذه المواضيع ابدا. ويلا انا ساير عنكم. روح اشوف الهبوب شويه تنسى بذل المكان. الحمد لله رب العالمين. انت ايش فيك يا عم شعبان؟ تبى تورطني؟ يعني ما حصلت فرصه تتكلم في هذا الموضوع الا قدام خليل؟ انت ناسي ايش سوى خليل في خليفه؟ ناسي؟ تذكرني؟ لا تذكرني الله يخليك. خليفه مسكين مضروب امدقدق امدقدق بتفتف عظامه بتفتفه، وانا مسكين فرت حمامه روحي من خوف، فرت حمامه روحي. نعم بعدك تذكرني ببعدك. خير ايش صاير؟ ما صاير للخير، ما صاير للخير ابوي، ما صاير شيء. دمك دحين ها تذاك. ابغاكم كل واحد منكم ابغى يشوف شغله زين، لان الغلط في هذا العمل مرفوض تماما، لانه ممكن يسبب لنا مشاكل كبيره، والفرصه هذه ما تجي الا مره واحده ما مرتين. هي وانتم لازم تستفيدوا من هذا العمل. ان شاء الله ان شاء الله اخوي مالك. واصل كلامك. حاضرين يلا موفقين جميعا جميعا. خالد ابغى اسالك سؤال، العمل هنا بحطت الوقود يبني مستقبل؟ وانت الحين تريد تبني مستقبلك يا عم مرهون؟ لا لا بس انا دائما اسال هالسؤال لما اشتغل عمل جديد، لكن ما توقعت الرد على سؤالي بسؤال مثله. لكن بعدني ارجع واقول لك ان المستقبل ما له علاقه بالعمر، المهم العمل والصحه والنشاط. صح. لان الحين جاوبني خالد، العمل هنا يبني مستقبل ولا لا؟ المستقبل الصحيح يقوم على ظروف اقتصاديه جيده، لكن بمثل رواتبنا مستحيل نقدر نحقق كل طموحاتنا. يا ولدي الراتب هذا مثل الطفل، اذا جات يوم يكبر ويجي، لكن يحتاج للصبر شويه. ايش اقول لك بس، ترانا يلا صابرين. الله يكون في عونكم. تعال تعال تعال، هذاك المكان مكاني انا، هذاك المكان يخصني انا. بس انا بغيت اساعدك. ما يحتاج يا ولدي ما يحتاج، انت علمتنا وفهمتني انا واخوي، والحين اصبحنا ممتازين. نعم وبعدين شوف انا استعجل والله، كأن البترول قام يخلص ما قبل المعطل، قام يروح له وين؟ سير سير سير. الله يكون بعونكم ان شاء الله خالد، يكون بعونكم. نعم وين حمدان؟ إلي فلوس عنده. سلامتك يا خليفة، ان شاء الله هذا الشيء اللي فيك ما مأثر على السمع. انا اسألش عن حمدان وانتي تكلميني في موضوع ثاني. قلت لك حمدان ما موجود، لا هو ولا مرهون، رايحين يقضوا اشغالهم. سمعي لي زين يا اصيلة، يوم بيجي حمدان قولي له لازم يجي يسلم لي فلوسي، ولا تخليني اني اضطر اشتكي عليه في مركز الشرطة. ترى هو كاتب تعهد على نفسه انه يسلمني الفلوس اليوم. انزين ترى اليوم بعده ما خلص، ولا هذا الشيء اللي فيك مخلنك ما تعرف اذا كان اليوم خلص ولا لا؟ الظاهر ان الكلام ما ينفع معش يا اصيلوه. سمعيني زين، يوم بيجي حمدان قولي له يجيب لي فلوسي الين عندي، ولا تراه بيحصل شيء ما طيب، وخليفه ما يبي يصبر، وانتي للاسف ما حيبوه. لو سمحت الأخ عبي الخزان بالكامل. الأخ أمك سارة؟ أبوي أحسنت، زاك الله خير. ماذا؟ كيف؟ أحسنت بارك الله فيك، ما قصر. أحسنت والله. جميلة أشياء جميلة. الله يخليك، زاك الله خير. لا لا أحسنت أحسنت الوالد، ما
لا حول ولا قوه الا بالله. ما ابي الله يهداك. انا لله وانا اليه راجعون. مريحة زينة زينة. انت ايش سويت؟ ابوي ما سويت شيء، انا جالس اسوي بترول. مالك يا انت؟ انت سويت ديزل ما بترول. عبيت سيارتي ديزل، ديزل يا انسان ما بترول، هذا ديزل. ايش اقول اخوي يعني لو سمحت، يعني هاي السيارة ما تشتغل بالديزل؟ انت ما تفهم؟ ما تفهم؟ هذه سيارة محركها بنزين، كيف تمشي بالديزل؟ مبارك وين مبارك؟ لحظة ابوي لا تدخل بيننا مبارك، انت خلنا نحل مشكلتنا مع بعض. ما ايش بتحل؟ هذه مشكلة تنحل؟ اللي يسوي مشكلة ميرة مثل هذه ما يحلها. مبارك مبارك. خير خير، هيك اللي مستوي، هيك اللي صاير. خير هذا صاحبك عبى السيارة ديزل، انا طالب بنزين يعبي لي ديزل. ها؟ اي والله ما كنت متعمد. ما متعمد؟ متعمد تسوي ديزل للبترول؟ تهين عقلك مالك. بس انا بصلح غلطتي. اصلح غلطتي؟ صلح غلطتك؟ خل اقوم صلح، انا واقفين قدامك. دلينا كيف تصلح. ما اعرف. انا ما تعرف؟ ها انا اعرف. مبارك يا مبارك. الله. ابوي طارت الوظيفة من اول سيارة اشتغلنا فيها. ترى يقولوا الدنيا حظوظ، لكن انا وانت ما نعرف. بس انت هسه حتى هنا عقلك مشي هسه. ها كنت اتكلم تليفون. نعم. انت هلكت انك البرتغال يا ابوي. ايه ما غيرها الحين. بالله عليك ما حصلت غير هذول الاثنين تعينهم في المحطة من قلة الشباب؟ يعني هذول بيسووا لك مشاكل، بعدين هم عايشين في الوقت بدل ضايع، يعني ما عندهم انتاجية. ايش اقول لك يا اخ ناصر؟ ايش اقول لك؟ انا شغلتهم من باب الشفقة والانسانية، لكن اذا كان الشفقة والانسانية ضيع علي شغلي، لا انا لازم اوضع لها حد. والحين يا مبارك تصرف مثل ما تريد، المهم سيارتي ترجع صاحية مثل الاول، غوازي دافع فيها. بس الله يعين الله يعين. هذين اليوم مستلمين العمل، بس المسؤولية ما مسؤوليتهم، هم مسؤولية خالد، لأنه هو اللي دربهم وهو أول واحد لازم يتعاقب. خل نروح نشوفهم. أنا اللي عبيت السيارة. الحين كل واحد منكم يخبي على الثاني، هذا ما يسموه تعاون، ما يسموه تعاون يا مرهون، هذا غش وخداع. وأنا ما توقعتها منكم. من اللي عبى سيارة الأخ ناصر؟ هذا الأخ اللي صب ديزل داخل السيارة. نعم أنا، سامحني غلطان. أنا قلت لكم وحذرتكم من الأول أن العمل في المحطة هذه يبغى له دقة وإتقان، وأن أي خطأ بسيط كلفنا مبالغ كبيرة. السين بس يعني هو يعني مش بس ما منك انت، الغلط من خالد، لانك انت متدرب، وعشان كذاك خالد انت مغصوب عليك 5 ايام. مغصوب علي انا؟ ايش يا عم مبارك؟ انا في ذيك اللحظة كنت مشغول. مشغول ما مشغول هالشي ما يخصني، وكان من المفروض انك انت تشرف على تدريبهم بعدك وبشكل خاص، والغلط اول واحد يتحمله انت. كيف يتحمل غلط؟ اقول لك انا غلطان. هاي خالد ما له ذنب. ابوي الظاهر انا اللي غلطان ما انتو. انا غلطان جيت اعبي بنزين في هذه المحطة. مبارك شوف لي حل سيارتي. بس عاد يكفيكم كذاك؟ خليتوا سمعة المحطة في الارض. انا راح اشوف ميكانيكي عشان يفتح خزان السيارة، فرغ الديزل اللي فيه. لا يا خالد ما في داعي للميكانيكي، انا مستعد اقوم بهذه الشغلة. صحيح يا مرهون؟ طبعا يا استاذ مبارك، وبتشوف الحين بعد. مبارك ابوي السيارة دافعين فيها غواز يحصن تجيب الميكانيكي، هذا شكله ما يعرف شيء البرق. كيف ما اعرف شيء؟ ايش فيكم انتم؟ ما عندكم ثقة في العمالة المحلية؟ ها؟ ما عندكم؟ على بالكم الاجانب يفهموا احسن منا؟ هاك تراهم كلهم يجربوا، واما صابت واما خابت. حلو هذه، وانت باغي تجرب سيارتي انا؟ لا طبعا، انا ابغى اشتغل. لو سمعت خليك بمكان واحد وخلينا نشوف شغلي. يا اخي ناصر انت خلينا نروح المكتب ونتفاهم هناك، وخلي الشباب يشوفوا شغلهم.
يا اخي مبارك يا اخي السياره دافعين فيها دم قلبنا يا اخي ما تهون علينا يمكن يخربوها يسوون فيها لا ما يخربوها ما يخربوها انت خلوا يا اخوي اطمن اطمن خليها على الله ومشيها ويلا ويلا روح قول ها انت تعرف تغير زيت سيارتك اذا ما عرف بتعلم يا اخوي اليوم صعب وباكر سهل ترى بنجرب يلا تعلم يلا توكلنا على الله هاي ايش المدينه قديمه هاي ما هو كيف عرضها شوفها سياره شالها المكينه هاي صدق الرجال يقول انه مشتريها بفلوس كثير هذه هاي غاليه اخي اسمعني هتكون خرب سياره رجال سد اللي جاينا بدل ما نسوي لها بترول سوينا لها ديزل ترى صلحها زينه هنسوي لها المصيبه مصيبتين لا ما يهمك ما يهمك ماشي حالك وما في حالك يا حالك حالك انا انت انت كفر بعد يا ربي ايش المصارين اللي فيه انا هين الاولى هين بحسها عدني ما حصلته ما ضحت به ما ضحت به ما ضحت لكن ضحت به حمدان سير أبو شغل سير سير اليوم يا هو يا أنا ريالين انا اخاف اني انا استعجلت لما شغلتكم معي في هذه المحطه انت بعدك ما نسيت أحس إني كل ما أطلع فوق السطح وأشوف على دشهم على طول أتذكرها يا مساكين أنت إيش بس تسوي بحالتك لما زهرة تزوج عنك وأنا بالثنتين مضت يا أما إني أموت يا أما إني أجن إيه نصيب أنت لازم تنتبه لنفسك زين باكر زواج ماجد وزهرة مطر أرجوك يا مطر أرجوك لا تقتلني فأنا لا أستطيع احتمال نبأ كهذا بس هذه الحقيقة ولازم ترضى بالواقع والله يا مطر والله إذا تزوجها هذا مسمى ماجد يا إن صار من حق إني أخذ الدش اللي عطتهم يا لعم بس ماجد أعطاه فلوس أي فلوس بطاني ياهن ماجد يا مطر أي فلوس بطاني ياهن ماجد ما ظن فلوس ناخ صح؟ أنا يا مطر الحين محتاج فلوسي كاملة محتاج لكل ريال أنت تعرفني إني بفتح محل لبيع وتصليح الهواتف النقالة
زين انت بتحضر ملكه ماجد وزهره ولا لا؟ مطر. نعم انت الظاهر عليك عندك سالفه. انت قول سالفتك وانا اسمعك. مطر قول. انا ما عندي سالفه اقولها، بس صدقني خايف عليك انك تتاثر بسرعه مساكين. مطر ترى انا بعد خايف على نفسي، لكن ما اسوي، هذا الله وضع حكمته ما اسوي. صراحة أنا ما قادر أنتظر، بروح أشوف الجماعة يسووا في السيارة. هما أكيد بعد ما خلصوا، لما يخلصوا بيجي يخبروني أكيد. بس أنا قلق أخاف إنهم يخربوا السيارة زيادة، راح أشوفهم أحسن. أه مرون، انجزتها المهمة انجزتها؟ انت اخوي ولا شبح؟ اذا ما افتح خزان البنزين فتحت خزان الزيت وجي الزيت كله على ملابسي. اسمين انه وسخني عاد وسخني. بس هذا اللي هام منك ان الزيت وسخ ملابسك وسيارتي ما تهمك؟ لا انا اللي هام مني اكثر، في اشياء كثيره في السياره تكسرت، اشياء حديديه وبلاستيكيه، واللي تكسر عاد ما يتصلح، لازم يتبدل. وابوك ما دام انك ما تعرف تسوي شيء، ليش تعطيت الشجاعه والمعرفه يا مدعي وخربت لي سيارتي؟ ليش؟ عجب انك ذاك يا مبارك؟ يا ناصر كل شيء بيتصلح، كل شيء بيتصلح. ما يهمك انت اخوي، ما يهمك انت، جيب الاشياء المتكسره وانا بضبطها. لا ابوي معذر، ما باك تضبط شيء. كيف؟ ما به شيء. تضبط؟ لا تحرقها. قطع غيار بعد شيء قطع غيار؟ غيره لا. احول الاقوى. أنا قلت لكم الفرصة تجي مرة واحدة، وأنتم من أول يوم ضيعتوا فرصتكم بيدينكم. يا رجل الخير والصلاح، يا رجل البر والإحسان، يا عنوان الخير، يا محب للناس، أنت الذي تعتم الهداية به كأنك علم في رأسك فارو نارو. أنتوا إيش تريدوا الحين؟ يا ابن الكريم، يا خال الكريم، يا عم الكريم، يا عبد الكريم، أنت الكريم. الفرصة أنا عارفين فرصة، عارفين هذا النشيد، عارفينه، عارفين إنك بتهلكنا بهذا النشيد هذا. الفرصة ما تجي إلا مرة واحدة. نحن نقول نحاول مرة ثانية، هل نبغي منك؟ عطنا فرصة ثانية، فرصة أخيرة يعني. إيش تريدون أقول؟ إيش تريدون أسوي فيكم؟ ما يسد اللي سويتوه؟ ما يسد؟ كسرتوا سيارة الرجال، طفشتوا الزباين من المحطة، خليتوا سمعة المحطة في الأرض. أبوي حاسبنا وعاقبنا، لكن لا تهدمنا مستقبلنا أبدا. نعم أنا ما عندي شيء غير أقول كلمة عتاب بس. يا سلام يا سلام، عاتبنا مثل ما تريد، عتابك حلو حلو يا محل العتاب، ونارك جنتي جنتي، ما هي يا عذاب، يا حلو يا جميل. ولو منك عتب جاني ها؟ سعيد الحظ تلقاني. نعم العتب ما حالكم انتو، العتب حال نفسي عشان اعاقبها، عشان مرة ثانية ما اتسرع. صحيح تعمل خير تلقى شر. مالي يا اخويا مبارك، هذه المرة اختمها زين، اختمها زين وخلنا نرجع الشغل. هاي شيمة رجعوا شغلكم، رجعوا شغلكم. أسميك إنك ختمتها زين.